تعالوا بقى نروح نشوف الرياضة والتمرينات الرياضية اللي احنا بنحب نقدمها لحضراتكم كل يوم علشان نكون ايه نفسيا وجسمانيا في حالة ايه احسن كده طبعا، والمود حلو كده يا جماعة، والرياضة بتحافظ على صحتنا وبتساعد ان احنا نغير المود بتاعنا، بتبقى كويسة في بداية اليوم جدا، يعني هي كويسة طول اليوم بس لما تبدأ اليوم بشوية رياضة كده هتفرق جدا. تعالوا نشوف بقى الفقرة بتاعتنا ونرجع تاني. صباح الورد، انا ولاء معتمد من فيت زون جيم ليديز اونلي في المعادي. النهارده هنقدم تمارين تونينج للدراعات والرجلين، ممكن تعملوها معانا في البيت. يلا بينا. هنسخن الاول، هنتمشى في مكاننا. فريز اوت، وان مور تايم، بريث ان، فريز اوت، ليفت يور ليجز اب، 1 2 3 4 5 6 7, open your legs out, out, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stay here, down and up, keep your tummy in, بطننا المشدودة لجوة with chest up, نفتح رجلينا وننزل, 4 more, 3 more, last 2, 2, last time, stay here, double time, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, hold. ننزل ونطلع. Slowly and up. مرتين كمان. آخر مرة. And hold it. Up and down. Use your head. طبعا الورم اب من أهم الحاجات قبل ما نبتدي علشان نتفادى أي إصابة، فلازم نكون مسخنين كويس قوي قبل ما نبتدي. Hold it. Tap and side to side. Tap side to side. Use your arms. Very good. 4, 3, 2. Arms up. Both arms. Up. 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 إيدينا الاثنين فوق. لقدام. قدام. Well done. 8. Ready? Lift your leg. Up. 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 4, 3. Now lift your knees up. Knee. مرة يمين مرة شمال. 4, 3, 2. Okay. هنتمشى في مكاننا. Breathe. هناخد الويت. في طبعا دايما بيبقى في ويت من نص كيلو، كيلو، 2 كيلو، 3 كيلو، على حسب احنا مستوانا ايه وبنبتدي. رجلينا اليمين قدام واللي ورا. بطننا مشدودة لجوه. Chest up. Arms here 90 degrees. The same درجة. And up, 2, ننظم النفس, breathe out, and, and, very good, 4 more, 4, 3, آخر 2, آخر 1, and stay here. هنرفع ركبتنا لفوق وننزل lunges, and up, 3, very good, 4, find your balance, 4 more, 3 more, last 2, last time, and repeat knee, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, very good. نتمشى دلوقتي، هنعمل سكوات 90 درجة، بننزل ورا and up. محدش يزق ركبته لقدام عشان غلط على الركبة، بننزل لورا كأننا بنقعد على الكرسي. Very good. Down. 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 Let's do 4 more. 4, 3, آخر 2, last time. Hold it and feel it. Well done. Shake. Now your oblique and go. Up. 2, 3, 4, 5, 6, 7. And 8. Other side. ناحية تانية. 1, 2, 3, 4, 4, 3. Last 2. 2 last time. Okay. Great. هنروح ناحية تانية. هنبدل. شمال.
نرفع كعب رجلينا من على الارض، بطننا مشدوده وصدرنا مفرود لفوق. Up and down. Up and down. Breathe out and in. Very good. Four more. أربع مرات كمان. ها. Three. Last two. Okay, now go. Knee down. Knee down. Knee down. Four more. Four. Three. Last two. Two. Ready now what? Repeat me. Eight, seven, six, five, four, three, two. Okay. Squat again. 90 degrees and go. Down and up. Two and up. Three. Four. Five. ده كويس، التمرين ده للكوادرسبس والجلوتس. ها. Last two. Last time. Hold it. Very good. Okay. Now your oblique. Other side. One. آخر حاجة. ها. Up. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Last time, change to the other side. ناحية تانية. Ha. Go. Together. Very good. Four more. Four. Three last two. Two last time. And thank you. Okay, احنا كده خلصنا. النهارده احنا عملنا تمرين الشولدر، اوبليك، كوادرسبس، العضلة الأمامية والخلفية. هنعمل stretching. Hold. Very good. نظم نفس. ناحية ثانية. Change the other side. Hold it. Okay, now your arms. Very good. لو ما عندناش ويت في البيت احنا بنقدر نستخدم ازايز مية معدنية صغيرة او من غير خالص. Okay, big breath. Out. شكرا. صباح الورد. Have a great day. Thank you. بعد ما لعبنا رياضة نعمل ايه بقى؟ نخرج بالليل نشوف الدنيا فيها ايه بالليل عشان نخرج. فهنقول لكم دلوقتي على بعض الحاجات وكل واحد عايز يروح في حته يروح. الشعر الساخر ياسر قطامش هيقدم الحقيقه امسيه فكاهيه جدا على مسرح النهر، ده هيكون في ساقية الصاوي الساعه 7. طيب نروح بقى لساقية الصاوي. المطربة ميرفت وجدي هتقدم حفلة غنائية الساعة 8 بالساقية على مسرح الحكمة. طيب فرقة الموسيقى العربية كمان هتقدم حفل لأجمل أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم الساعة 8، ده هيكون في معهد الموسيقى. نفس التوقيت الساعة 8 هيكون في حفل موسيقي للفنان فتحي سلامة على المسرح المكشوف في الأوبرا. طيب طبعا لسه مكملين مع المشاهدين، هنطلع لفاصل. بعد الفاصل هنرجع بقى بأول فقراتنا الحوارية، لكن بعد الفاصل.